السلام عليكم خوتنا، معكم عبد الحليم من قناة قرنني. اليوم كما شفتوا في العنوان تاع الفيديو جاي نهضر في واحد الموضوع، هو العلاقة ولا المشكل اللي صار بيني وبين الجمارك الجزائرية، بين قوسين جمارك ولاية الصطيف. بالطبع انا كيما راكم تشوفوا في الفيديوهات تاوعي، اللي مازال ما شافش الفيديوهات تاوعي او انت اول مرة تشاهد الفيديوهات تاوعي، معك عبد الحليم قرنني يوتيوبر جزائري، ندير ريفيو او ندير مراجعة لمنتجات نشريها من الانترنت، وندير يعني اخبار تقنية على القناة. الى انت جديد ما تنساش دير لايك للفيديو ودير كليك على المربع الاحمر اسفل الفيديو باش تولي انت اول من يشاهد الفيديوهات تاعنا. المهم انا نهضروا في صلب الموضوع بلا ما نطولوا في الهضره بزاف. المهم انا عندي تقريبا مده حوالي عامين وانا نشري من الانترنت بدون اي مشاكل، نشري شوية سمارت ووتش، نشري تليفونات، نشري السلع اللي يعني متوفره في الانترنت كامل، نجيبها هنا، نقدر نبيعها لصحابي، نقدر نجيبها من كومود، نقدر نخبيها ليا للدار، نخليها منتجات. المهم كنت نشري بدون اي مشاكل، واغلب الموقع اللي يعرفهم لي فان تبعي القدم هو موقع جيرباس اللي نتعامل معاه. المهم اول مره كانت قبل عام او عام ونص، لقيت ساعة ديزات 09، هذه هي الساعة المعروفة اللي متواجدة في الجزائر، يعني الناس كامل تشريها، متواجدة اصلا في العلمة السوق الكبير شارع دبي، متوفرة لكن في الانترنت متوفرة بسعر اقل. حبيت نشريها، لقيتها ب7 دولار او 8 دولار، شريتها. استنيت انا تقريبا في ولاية الصطيف متوصل بالمنتجات في حوالي مدة من 25 يوم ماكسيموم 35 يوم يعني في البريد المسجل. استنيت 45 يوم 60 يوم ما كان حتى خبر. اتصلت بجير باست قلت لهم ما كانش، قالوا لي زيد استنى ما كانش نعطيوك الريفون. اتصلت بالبريد قالوا لي ما كانش، عندي صديق يخدم في الفاكتور تسمى باه يجيب لي، عيط له قال لي ما كانش، عيط للصطيف قالوا لي ما كانش، وانا ما جاش في بالي لا ديوان، خليت ساعه نسيتها. غير بس تعطوا لي نص الريفوند، يعني قلبوا لي نص دراهم. هذا الشيء المليح في المواقع، يعني يبعث لك سلعتك واذا ما وصلتش يعطيك الريفوند، لكن هذا لازم يكون عندك دليل مقنع وتكون يعني زبون قديم ليهم، لانه هذا راح بديت دوموندي في الريفوند وانت مازال ما بديتش تشري، راح يولي ويحضرونا، يحضروا الجزائر. وعلى بالي انا معظم الجزائريين راهم يديروا في الريفوند، يعني العرب كامل ربي يهديهم يديروا في الريفوند، يشري سلعه توصله ويدير ريفوند. ما عليناش، خلينا من هذه دل كل واحد يدل الاخلاقيات تاعو. كما قلنا خلينا نسينا الساعه. مره اخرى سقسيت زني عندي صديق لي صاحب صفحه ديزاد، المهم راح تلقاو الصفحه تاعو هنا في الفيديو، يعني ناس ملاح يعطيه الصحه، هو اللي كان يعاونني نشري من الانترنت. ولا انت حاب تشري من الانترنت وما عندكش الدولار، يقدر يعاونك تبعث له سي سي بي ويشري لك وموثوق على ضمانتي، ضمانت قناه قرنني. المهم سقسيتو قال لي راهي كاين مالف نشري ساعات توصل ساعات ما توصل ساعات تسيزا. اي انا حبيت نزيد نشري، شريت وحده اخرى ونفس القصه، فات الوقت وما لحقني حتى خبر. المهم قبل عده ايام انا كنت عادي هكذا، لقيت جاني صديق قال لي باغي نشريها ولقاها بثمن ارخص في موقع غير بس، شريتها له. جيت بدي اي مشاكل، تشحنت في يومين، جبتها بتراكين كود وسلكت يعني لاسيرونس تاعها، اونكا كش ما تتودر والله نقدر نقلب الريفون، يعني نكون انا ضامن حاجتي وهما ضامنين خدمتهم موقع غير بس. رحت انا نسيت الساعة هذه، فات 25 يوم، كنت غايب، كنت في البحر. المهم روحت انا هنا، قالوا لي جاك الفاكتور جاب لك ورقة، وانا الفاكتور مش مالت يجيب لي ورقة. رحت حوست على الورقة هذه، كان حليتها نلقاها بيضة ماشي كيما الورقة الحمراء اللي مالتين يجيبوها تسمى تروح تهز حاجتك من البوسطة. دنكت الورقة البيضة هذه نلقاها وصل من الجمارك. المهم لقيت هذه الورقة اللي وصلتني من الجمارك، كيما تشوفوا هنا مش راح تبان لكم الورقة، مختومة من الجمارك الجزائرية، مكتوب الجمارك الجزائرية مصلحة الجمارك صطيف فرقة مركز فرز الطرود، ورقة تنزع. السيد كرناني، كان غير كتبوا اسمي صحيح، كرناني قرناني عبد الحليم الساكن بعين زاد شارع قطيطيطي، الذي خالف التشريع الجمركي نزعنا له نحن ملكية الطرود البريدية عون الجمارك. البضاعة المذكورة أدناه المحجوزة بالمقتضى الموارد 241 288 321 فألف من قانون الجمارك. نوع البضاعة ساعة يدوية بدون علامات. يا عباد ربي مكتوب دي زاد 09، هذه هي الشركة واسمها دي زاد 09، تخدم الساعات الذكية. وش قال لك؟ مجهزة بكاميرا، الوزن كاتبين 1 كيلو، والله ما على باليش انا شنو هي. المهم هذه هي بالله مساس بأمن الدولة، يا عباد الرحمن
العلمة كامل جزائر كامل معمرة شوية هذو سما انا كشريت من لا ديوان تسيزات لي ما عليناش. المهم خوتي في لا فيديو هذا حبيت نهدر قصتي انا، حبيت نوصي يعني نعطي النصيحة فقط للجماعة اللي راهي بدات تشري من الانترنت القدام راهم يعرفوا. ننصحكم بزوج حوايج نديرهم، ساعة دي زاد 09 نساها طول بلي دخلت زاد نساها طول، حتى ودخلت لك يعني احتمال 10% تفوت لك، 90% ما تفوتلكش. حاجة ثانية وين تلقى حاجة فيها كاميرا بغير تليفون، كاميرا صخيرة على باليش انا ستيلو فيه كاميرا انسى تشريها من الانترنت. ولا لقيت الفيديو هذا فيه تفاعل ان شاء الله راح ندير لكم يعني فيديو اخر وشنو هما الحوايج الممنوعين في الجزائر الجماعة اللي تشري من الانترنت، وشنو هي الحوايج اللي يعني اللي فاتوا على الجمارك قادر يلحقك بي في للدار يعني تروح تسلك يعني غرامة او ضريبة. هذا كان بالنسبة لله فيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون خفيف عليكم. كان معكم قرناني عبد الحليم، ما تنسوش ديروا لنا لايك وابوني فلاشا خاوتي دعمونا ان شاء الله، وانا ما عليا غير نقدم لكم افضل. تلاقوا فيديو جديد ان شاء الله، والسلام.